وضن يا شهر الصيام اغدقت قلبي بالوئام عادت بعودتك الحياة كالنور في جرح الظلام. نبي إبراهيم عليه السلام أبترسي جيسا سيدا أسوري ابن كثير وحو نقنيا إبراهيم ابن آزر ابن ناحورة ابن ساروشة ابن راعوة ابن فارج ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشندة ابن سام ابن نوح عليه السلام وحوكو أبترسدا عابر ابن شالح ولد شيهود عليه السلام وحونا نبي إبراهيم كلاسمية هي نبي صالح يا نبي هود إني كوذا أبترسدان سام ابن نوح أو هاويلكي نبي نوح عليه السلام نبي إبراهيم وحلد شي لبويل أو كلا أها هاران يا ناحورة نبي إبراهيم وحو هاويل كيدحة هارانا وكوينا هلك ناحورنا وكيرا هاران وحاو دلي نبي لود عليه السلام نبي إبراهيم وحاو دشي آبه آزر وشرت دباطني يشنسانو وحو نكو دشي ديغان كي بابل وكتالي دولك عراق وانا سيدا اي اسكوا فاقين علمدا كفالو تسيروينكو ديغان كي وكو دشي نبي إبراهيم عليه السلام وحيدتكو عابودي شرين حدقها إيا ميراياشا وحين لهايين سنميو أي أسميستين سي أي يقدو وادان إلهي دا أي عابدان نبي إبراهيم أبيه آزر وحولها سنم أغار آه إساق أوردان يرا آه أي كبي يديدي وحي قوم كيسو عابدين قفكي يقهري أو دعودة أولتاقو وحوها أبيه وحاو كيري آبو محاد أو عابدي ساوحان وحبا كترين وحبا آن أركين أدقنا وحبا آن كترين الله سبحانه وتعالى أكتيسا انت آن بنانك كالي لو قدبين دود أذك أيا دحمري جرتي إساق يا أبيه مر والبنا إساق أو إلالنا يا حرمد والدك أيوها دان أبيه أشيقي جري إنو ودقل دان كسعودو أو شركي آه وح آن خسارو إيهوك آن حينا أيسان أهر سيدين نبي إبراهيم عليه السلام وحو عاديك سيدي أسلوب يا أخلاق آدو دبعسن هسي أحاتي آبيه أو قالني مكوفقاتي وأو كدقا آديقاي كدبن واو ديريي نبي إبراهيمنا سيداسيو غمهرين إنو آبيه حقه وغيرو آزر مركي أو كرريبي واي ويلكيسي إبراهيم عليه السلام حمان كشي قد أسنام تودي آد أيو غعرو داي وحاونو غوهن جبي إنو دقاح كدري دونو اما او دولكا اي كنو ليهين كمسافرين دونو بلسا وحا او اشاقاي ان وحا او كهد ليو اي سنهين هدل ويسكا الليفتاي بلسا اي تهي وحي وعلى سبحانه وتعالى كهلاي سيدا اللي كشاقاي آيادا افرتانية دوباد اي سورة مريم نبي إبراهيم مركيو كدالي وح اشاق دا آبيه اي كويري نبت كريا كوركاقا ها هاتو وانكو دن بدافوي دين دونا على سبحانه وتعالى اللي انيقا واو اينا حريستاي سيداسي أيونا كوكو آنصدي إنو سن دعوود دكليا كو أكين آبهيز إئو ديغانكو كنو ليهي تدكي جوغين أو غارسييو مالين مالمها كميد آه وحاو لكل ما يقوم كيسي أو أسجود سن سنم يدي كدبنا وحاو ويدي وامحي سنم يدن آد أسجود سنتيهين وحين قوم كيسي يوغو جوابين إني كدحلين آبياشود أو أي سيداسي أو عابوديان نبي إبراهيم إساقو آد أديران أيو كويري إذنك إيا آبياشينبا وحد كو سوغنتيهن بادي إيا خساري ربيكين وكن سموين كا إيا دول كباليه وحا أد عابودي ساننا وادقاح أد قعنتينا كو سميستين ريركا وكادشي وحي لها ين عيدو أي أدبال دقان سنت كيمر إنت أي سن بحنا وحا أي سمين جرين إني عمتدا وغتاقان سنميادة هستودا سي أيو قبركودو مالين إياقا أدبال دقي كومقان أيو نبي إبراهيم كو آنصدي إنو بربوريو سنميادو دي وحاو سوقا تيفاس وحاو نبربوري سنميادي مركا لقرهبو كي يقوينا كدبنا فاسكي ايو قربكا اصوري متكي يقوينا قوم كيسي مركي اي سو نقدين اي اي لكل من اسنام تودي او لبربوري وحين اسويديين ان لغسو الدولي يا ان كالي بلس مركي بكوح قومكا كترسن ايا تري وحان مقلني ويليار او عيبين اي سنميادينا وحالا لها إبراهيم إساقا كليا أيانا دبالدقا ماانتا كمغنا كوح عريسا أيا لودري إبراهيم عليه السلام كدبنا ويسوقبتين نبي إبراهيم وحين كدهين ما أذيقا أيا سنميادين بربوريي نبي إبراهيم وحاوقو جوابي وحاد ويديسان سنمكوين حدي وأود أوليهي وحاونا ويشاري إن سنمكوين وفعل كن كسميي كو يرير ويقران واين وحاولا جهدو او أهيد وح أن استفاعي كرين أياد كالمو ويدي سنيسان جوابتي نبي إبراهيمنا آد أي يوغسي عرودين
كدبنا وحي يسوق اللابتين لتشي يوحي أي كسمين لهايين إبراهيم عليه السلام وحي يسوق أفكرتين سيدة كلية أي إبراهيم عليه السلام لوقع عقابي كرو إني تهاي إن دبوين لشدو كدبنا لقو دحردو هل كان أوكو بسلادو أوكو بابو قفكست أو دادكي ميشة دقناء أها أي الأمري إنو كانو حابو سيلوهو ريو دب آد أوين وحي دياريين دبكي أو لشيغي حتا شمبراها كوركي سمريا إن إياغا أو بسلادي أي كسو دادين جرين وحا أي حرق كوحر حرين نبي إبراهيم عليه السلام كدبنا شيحوغن أو دبكا كتورا أي سميين ما داما أن دبكا لردوان كرين كليل درادي ابن عباس وحا أووريي النبي إبراهيم مركي لو دياريي دبكا أي وحا أويري الله سبحانه وتعالى أي يكفلا كدبنا دبكي أي كتورين سيدا الله سبحانه وتعالى كشيغي آياد اللحثانية سقالاد اي سورة دا أنبياء اللي ايا أمري دبكي إن او قبو إيا نبد قليا ونغضو إبراهيم عليه السلام سيداسي أيون النبي إبراهيم كقبت بادي دقرتي أي قالدو أمليكتي أرينتي نبي إبراهيم مركي أي فافتي أيا وحا مغلينين بقرأة أو لورنجري نمرود ابن كنعان نمرود وحاوها بقر كتاليا لول آدو بلاران ديغان كان نبي إبراهيمنا وحاو كمدها ميلها أو حكومو كبير كيسي آياتو ساي إنو إله نمشيكتو وحاوناها بقر آدو دولمي إيه سلويني بادان نمرود أيا يري هلا إيكانو إبراهيم مركي لوغي أيو ويدي إبراهيمو موحاد شاگانيسا إناد ليدهاي إله أنانيغا آهين مركاسو يري نبي إبراهيم ها إلهي واكن وحديلا وحنا نوليا نمرود ايا يري انيكو بو وحوان ديلا وانا نوليا وحونا حبسيقا اما جيلكا كسو دايي لبنين ميد كميد اه ايو ديلي كي كلانا واو سي دايي نبي ابراهيم مركي واركي انين كان او مرميو ايو كو يري اللي وحو قراح دا كسو بحيا دنك بري مالين كستا اديقو كسو بحي قراح دا دنك قلبيد حدي اداود لي دهي هلكاسي ايو نكو عيبو بي او كوشبي بقركي كبير كبدنا اي نمرود مدى أيو نبي إبراهيم أيريد حقا كدحوذي تولكي بل سواي كو غالوبين أمر رومين حليا بضن نوائي دباتيين انتي وجوغي عراق وحا رومي أوكلي حاسكي سيسارا يويلكو أديركو إيهي النبي لود عليه السلام رير بابيل مركي أي كو غالوبين أيو كهاجري إساقا سارا إيا لود وحاين أوبقولين كل كبركيسان اي فلسطين وحا او ديغان كيا شي فلسطين هل كان نبي لودنا او عادي ميل ان كفوغين او اح دنك حيبتا او حيكتا ميل او دحيسا اردن اي فلسطين مدى كدبنا اللي اي او وحيو دي نبي لود او يساقنا كدقاي رسول وحانا لود ري دادكي ديغانا هل كي او اسو هجرو دي نبي إبراهيم ديغان كي او تغي ايو دعوة دي كسي ودي وحاونا ها مد ان كدالين انو دادك او قوي رعابو دي دا اللي سيدو كلا او قدقو عقابتا اي عرادا اللي حدي اي كوما هدنقي وايان نمعوين كا او سيي كان فوغان وايان كدقا شادا سنميادا إلهيو اي كالموي ديستان مدك ديب نبي إبراهيم عليه السلام ايا او صفري مصر إساقا او اي حاسكي سزارا لسعوتو وحانا هلكاسي كو قبصدي ارين كالي او عادك وحالو شاقي ان بقرك كتاليا مصر او يهين انددك الدلمية قفاشا اما افتوب تهوينك كدبنا كو حد قدبا عيدما دي بقرك ايا هليلي نبي ابراهيم كدبنا وحي ويديين روح دمرك الى سعوتا وحونا وغو جوابي وولا شاي بقركي ايا ارينتي لو شاقي كدبنا وحو امري ان لو كانو زارا وانا لو كاني مركاسو دمعي انو كو حد قدبو حقي دمركي ووسو رقاقي ايي زارة بريدي الهي بقركي ايي قعنتي او زاركو قبن ربي قال شي او درينكي كتيجي مركاسي ايو زاركو ييري يوي دي ربي قاقا ان او يعافيو انيقونا وان كنبت قرينيا وحان هديد كوسينيا قبر ادون اه او جاريات كو نقطة سيدي ايي سميسي بقركينا قعنتي سي سيدي ايي ايوغوسو نقطي كدبنا وحاوسيي قبر جاريات واحد او اشقينيسي او لوغو مقعابو هاجرا كدبنا وحي دي بقوسو لابتين فلسطين نبي إبراهيم آد أي دأدي سؤويناتي وحاي قارتي سيداتن يلحسانو المانا أمتشوغن حلقاسي كدب حاسكي سيزارا أي كتري قرسو قبردن هاتشرا آه وحالقايا با ألي إنو أولاد كاسيهيو مادام أن أنيقو دقوبي سيدي أيو سمي نبي إبراهيم عليه السلام كدبنا قبردي هاتشرا أي أودشي ويل كاسي أولو بحيي إسماعيل عليه السلام مركي ونبي إبراهيم أودشي نبي إسماعيل اللي أي أوحيو دي نبي إبراهيم بشارة كالي او اه ان حاسكي سوين اي زارة اي او دالي دونتو ويل كالي او اللي يراهدو نبي إسحاق لبدو ويلنا او اللي او باركين دونو
kana dhigi doono kuwa aad u farcama dhabarkoodana laga soo saari doono dhammaan nabiyada ka dambeeya ee iman doona nabi ibraahim alayhi salaam gadaashi ibnu kathir waxa uu kitaabkiisa qisooyinka nabiyada ku soo wariyay in markii haajara ay wiilashay in xaaskiisii kale ee nabi ibraahim alayhi salaam ee zara ay niyad jab iyo masir dareentay markii uu nabi ibraahim arkay dareenkeeda oo isbedelay ayuu nabi ibraahim go'aansaday inuu reerka yar u raro magaalada barakeysan ee maka nabi ibraahim halkii ayuu reerkiisii dejiyey waxa uuna uga tegay wax yar oo timir iyo biyo ah kadibna wuxuu xaaskiisii haajara ku yiri waxaan ku laabanayaa shaam haajara ayaa ku tiri waa degan cidlada ah ee oomanaha ah miyaad nooga tegaysaa waa uu ka aamusay dhowr jeer markii ay ku celcelisay ayay tiri arrin xagga alle subxaanahu watacaala lagaa amray miya markaasi ayuu nebi ibraahim yidhi haa sidii ayayna ku qanacday oo ay ku soo laabatay iyada oo tiri alle nama dayacayo nebi ibraahim calayhi salaam markii uu uga soo tegay reerkiisii meeshaasi cidlada ah oo uu gaaray buur yar oo yiridda maka laga galo u dhow ayuu istaagay isaga oo gacmaha alle u taagaya ayuuna yidhi rabbiyow waxaan dejiyey durriyaddaydii waadii aan wax doog iyo beero ah lahayn oo u dhow gurigaaga barakaysan rabbiyow si ay salaadda u ogaan dad la dega oo ay weheshadaan u yeel mirana ku irsaaq waxa ay mudan yihiin inay kugu shukriyaan kadibna xagga dhulkii uu ka yimid ayuu u jihaystay alle ayaa ka aqbalay oo reerkiisii meeshii cidlada ahayd u barakeeyey muddo kadibna nebi ibraahim waxa u timid bishaaro kale oo ah in xaaskiisa weyn ay dhali doonto wiil la yidhaahdo isxaaq kaasi oo isaguna dhali doona yacquub labadana alle uu ka dhigi doono nebiyo iyo dad uu doortay nebi ibraahim waxa uu mar walba booqan jiray maka si uu uga warqabo xalka reerkiisii kale markii uu ismaaciil weynaaday ayaa alle ku imtixaamay inuu gowraco wiilkiisa yar amarkii alle ayuuna qaatay markii uu midida qoorta ka saaray ayuu alle subxaanahu watacaalaa ismaaciil ku furtay neef wan ah oo weyn ibraahimna waxa uu ku sifeeyey inuu yahay ballan fuliye runsheeg ah ibnu cabbaas alle ha ka raali noqdee waxa uu yidhi nebi ibraahim ayaa yimid maka isaga oo wada amar alle oo ah inuu dhiso kacbada wiilkiisii nebi ismaaciil calayhi salaam ayuu ku yidhi waxa la ii amray inaan halkan ka dhiso ilaahay beedkiisa barakaysan markaasi ayay bilaabeen dhisidda kacbada markay dhisiddii kacbada dhammeeyeen ayaa waxaa u yimid jibriil si uu u baro manaasigta iyo qaabka loo guto xajka iyo goobaha dawaafka kadibna nebi ibraahim dadkii meesha joogay ayuu khudbo u jeediyey isagoo leh dadow xaj ayuu alle idinku waajibiyeelay qof walba oo soo baxa ilaa qiyaamaha inta laga gaarayana waxa uu ku noqon doonaa xajkani waajib haddii uu awooddeeda yeesho kadibna nebi ibraahim waxa uu ku soo laabtay dhulkiisii muddo yar kadibna waxaa nebi ibraahim ku soo xaadirtay geeridii wuxuu u yeeray awlaaddiisii iyo intii ay dhaleen si uu ula dardaarmo waxa uu ku yidhi ubadkaygow eebbe wuxuu idin doortay diintan ee hadhimanina idinka oo aan muslim ahayn kadibna wuu geeriyooday nebi ibraahim isaga oo uu ilaahay raali ka yahay waajibkii saarnaa ee ugu yeeridda dadka cibaadada allana gutay nebi ibraahim waxaa lagu aasay dhulka falastiin wuxuuna ummadda uga tegay dhaxal iyo raad fiican oo ay raacdo alle ayaana ku sharfay in dhammaan nebiyadii ka dambaysay ay noqdaan kuwa durriyaddiisa ah